السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم من جوار أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام، نكون معكم وما بين محبيه وزواره. إذن تعالوا معنا أحبتي المشاهدين الكرام نزور أبا الحسن بهذه الزيارة. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وتقبل الله أعمالكم وزيارتكم. إذن ها نحن بين زوار أمير المؤمنين عليه السلام لننشر عطر الولاء العلوي. تعالوا معنا، لدينا بعض الأسئلة لزوار أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا هدايا نقدمها للذي يعرف خطبة أو مقولة أو كلاما لأمير المؤمنين عليه السلام. تعالوا معنا. السلام عليكم حجي، تقبل الله زيارتكم، تقبل الله دعاكم، حياكم الله. حجي الكريم، عندنا سؤال من قناة المهدي الفضائية وان شاء الله عليه جائزة ان شاء الله. سؤالنا بسيط طبعا راح يكون، ايش تعرف من احاديث الامام علي عليه السلام، من كلمات الامام علي، من مقولته، من اي شيء يعني؟ قال الامام علي عليه افضل الصلاة والسلام: لو كان الفخر رجلا لقتلته. احسنت، تقدر تشرح لنا شوي على هذا الحديث؟ يعني الفخر تقريبا صعب كلش يعني. نعم، اولا يعني لا يخليك مثلا يعني تعارف الدين. نعم، الترتيبات. احسنتم، اي فهو كله يعني الفقر يعني الامام علي عليه السلام يحارب الفقر، يحارب الفقر، يحارب الانسان انه يتخلص من هذا الفقر، يحارب الفقر. احسنتم، بارك الله بك، الله يتقبل زيارتكم. عندنا هديه بسيطه مقدمه لك من قناه المهدي الفضائيه، تقبل الله حجي، حياكم الله، بارك الله بك. اذا احبتي المشاهدين الكرام، ما زلنا واياكم وبرنامج في جوار الامير سلام الله عليه، وما زلنا نلتقي بالزائرين الكرام الذين يأتون لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام. نلتقي بالزائرين الكريمين، سلام عليكم. عليكم السلام أخوي الحسين، أمير الحساني محافظة النجف الأشرف، حياكم الله. والأخ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الأخ رعد حمود من أهل كربلاء، جاي زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. أشتقاكم من نجف وكربلاء؟ أصدقاء يعني؟ لا، هو قرايبي يعني بالخالص. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذا أحبتي يعني عندنا سؤال بسيط لكل زائر، وإن شاء الله إذا جاوبت عليه راح تحصلون على جائزة. سؤالنا بسيط جدا، هل تحفظ حديثا لأمير المؤمنين عليه السلام؟ نلتقي بك أول. بداية الإمام علي لديه كثير من الأحاديث. نعم. وأمير المؤمنين اللي أكثر شيء يعني معروف بالعالم كله تعرفه أنه هو كافي الأيتام. وأنا سمعت أن في يوم من الأيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام أوصى فقال: أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. نعم. بعد يعني الإمام علي يقول أي يعني الله الله بالأيتام، الله الله في الأيتام، فإني سمعت رسول الله يقول: أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. أحسنت، بارك الله بك، بارك الله بك.
وأنت ماذا تحفظ لأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ سيد الأوصياء أمير المؤمنين هو بعد داح باب خيبر، هو من كثير الوصايا أنه يواصل أيتام، وهاي من هواية أحاديث له زين، وأن هما هو بعد علي مع الحق والحق مع علي، يعني هاي الحديث كلها إلى تنسيم. هل أوصى بالمساجد وبالقيام؟ هل أوصى؟ نعم أوصى بالمساجد وكافل الأيتام، نعم، وكثير من الحديث يعني. أحسنتم، الحمد لله. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، خليني أعطيكم الهدايا. أول شيء الهدايا حسن حبيبي، إذن هذه هدية مقدمة من قناة مهدي الفضائية إن شاء الله. هاي هدية مقدمة من قناة مهدي الفضائية، أنت مسكم الدعاء إن شاء الله، والله يتقبل زيارتكم ودعائكم إن شاء الله. حياكم الله أحبتي. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، كما تابعتم ما رأيتم وسمعتم هذه اللقاءات، ونحن مستمرون بهذه اللقاءات وتقديم الأسئلة إلى زوارنا الكرام الذين يزورون هذه الروضة العلوية المطهرة. تابعونا لا تبتعدوا بعيد. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، من جوار أمير المؤمنين عليه السلام نلتقي بهذه الشيبة المباركة الزائر الكريم. السلام عليكم حجي. عليكم السلام الحاج جاسم صوان الحسناوي، وأنا في جوار أبا الحسن سلام الله عليه. نعم أحسنتم. إذن حجينا الكريم، راح نسألك سؤال من قناة المهدي الفضائية، سؤال بسيط إن شاء الله، وإذا جاوبتنا راح نعطيك هدية أيضا بسيطة مباركة. هل تعرف حديثا للإمام علي عليه السلام؟ سلام الله عليه، قال حبيبي، قال أبا الحسن سلام الله عليه: أوهبني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. صلى الله على محمد وآله. أحسنتم، اللهم صل على محمد. اللهم اجعلنا من الزائرين الثابتين على ولاية أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد. شكرا. عندنا هدية بسيطة نقدمها لك، اللهم صل إن شاء الله مقبولة. الله يسلمك. أحسنتم، تقبل الله حجي. شكرا شكرا، بارك الله فيك، حياكم الله. إذن أحبتي الكرام، ما زلنا وإياكم وبرنامج في جوار الأمير، ونلتقي بالعائلة الكريمة والزائرين الكرام. حياك الله، أهلا وسهلا، حياك الله، الله زرنا وندعينا لكم. والله أجواء طيبة هنا بجوار أمير المؤمنين أبي تراب سلام الله عليه. إحنا من محافظة ذيقار، نشرب بكم. نعم، يونس طالب بجامعة ذيقار. والله يونس، احنا برنامجنا مثل ما تعرف في جوار الامير، عندنا سؤال بسيط. نعم، راح نسالك به ان شاء الله هديه بسيطه من مقدمه من قناه المهدي الفضائيه. اهلا وسهلا. ماذا تعرف عن احاديث خطاب اشعار الامام علي عليه السلام وهو سيد البلاغه كما يقال؟ والله اثناء الكتب اللي قريتها بمسيرتي الدراسيه، نعم، قصيده للامام علي اثرت بي، يعني استفدت من عدها بعرف الناس يعني شلون حياتي العمليه، نعم، حياتي العاديه. يقول هي قصيدة إعجازية بلاغية تنقرأ عموديا وأفقيا. جميل. إذا رتبت الأبيات راح تقرأها عمودي وأفقي. جميل. يقول الإمام علي عليه السلام: اليوم صديقي وهذا محال، صديقي أحبه كلام يقال، وهذا كلام بليغ الجمال، محال يقال الجمال خيال. جميل. هذه إحدى قصائد، هذه قريتها عمودية ولكن إنها أفقية. تقدر تحفظها تقرأها أفقية؟ نعم، هم أقرأها كما أقرأها. اليوم صديقي وهذا محال، صديقي أحبه كلام يقال، وهذا كلام بليغ الجمال، محال يقال الجمال خيال. نعم، يعني قريتها أنت أفقية. من هذه الكلمات ليس فقط بلاغتها ولكن أخذت أيضا تطبيقها العملي والاجتماعي. نعم، نعم. كونت صداقات على أثر هذه المقولة، لأن هو يعتبر أمير المؤمنين، يعني نتعلم منه، لأن هو يقال يفتح 1000 باب من 1000 باب للعلم. جميل. يعني أبو الحسنين بعد شقل لك عن أبو الحسنين، رسول الله 1000 باب من العلم. نعم، وفي كل باب 1000 باب. أحسنت. نعم، بارك، نعم، الله بيك. بارك الله بك، حياكم الله، أهلا وسهلا. تقبل منا هذه الهدية البسيطة. الله إن شاء الله، الله ينور دربك بي. حياكم الله، حياكم الله، شكرا شكرا حبيبي، شكرا جزيلا، بارك الله بكم. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، وأنا أتجول بين زائري الإمام علي عليه السلام وفي هذه الجنة المباركة، استوقفني هذا المنظر وهذا المشهد. فهؤلاء هم محبو الإمام علي عليه السلام ومحبو شيعة أهل البيت عليهم السلام. يعني هذا الرجل الكبير رغم إعاقته ورغم أنه مريض، ولكن لم ينقطع عن زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. أحاول أن ألتقي به وأخذ منه إذا كان حافظاً لحديث الإمام علي عليه السلام
السلام عليكم حجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجي أراك أنت يعني على العربة وأنت جالس مقعد، ولكن لم تنقطع من زيارة الإمام علي عليه السلام. الإمام علي تجي إحنا للزيارة مال الإمام علي، يشاف المريض. نعم. يشاف المريض. بجاهه عند الله سبحانه وتعالى. بجاهه عند الله سبحانه وتعالى. بدعواتك بقرب الإمام علي عليه السلام. بدعواتك. وإحنا من نجي لهنا ندعى لكل مريض. نعم أحسن. وندعى لكل فقير. أحسن. وندعى لكل مسكين. الله يشافيك حجي. الله يستر. حجي قناة المهد الفضائية، عندنا سؤال بسيط إن شاء الله وعندنا هدية مقدمة. إيش حافظ لحديث الإمام علي عليه السلام؟ يوم لكم ويوم عليكم. الدهر يومان. يوم يومان. أحسن. يوم لكم ويوم عليك. بالضبط، هو الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. أحسنت حجي. وإن شاء الله تقبل منا هذه الهدية البسيطة المقدمة من قناة المهدي الفضائية. تقبل الله حجي، تقبل الله زيارتك دعائك إن شاء الله. إحنا قناة المهدي الفضائية عندنا سؤال بسيط جدا للتثقيف إن شاء الله وللبركة أيضا، إذا عرفت إن شاء الله راح نقدم لك هدية بسيطة مقدمة من قناة المهدي الفضائية إن شاء الله. سؤالنا بسيط جدا كما قلت، هل تعرف حديثا للإمام علي عليه السلام؟ الإمام علي كلها، كل أحاديثه حكمة. نعم. كلها موعظة، كلها يعني كان مع أصحابه يوجههم مثلا. نعم. من جملتهن: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. أحسنت. وآخر يعني مثلا كل حتى الأدعية مالته، أدعية نفسها هي حكمة وتوجيه للبشرية. أحسنت. نعم. بارك الله بك. الله يعطيك. اسم الكريم الحاج عبد الكريم باقر عبد الحسين. حاج عبد الكريم، عندنا هدية مقدمة من قناة المهدي الفضائية إن شاء الله تكون عند حسن ظنكم. الله يسلمك، أشكرك. رحم الله والديك. تقبل الله حجي، تقبل الله. تقبل الله أعمالك، رحم الله والديك. حاجي حبيب. السلام عليكم زاري. الله يتقبل أعمالك إن شاء الله، يتقبل زيارتكم. دعيت لنا إن شاء الله المؤمنين والمؤمنات، حياكم الله. احنا من قناة المهدي عندنا برنامج سؤال وجواب في جوار الإمام علي عليه السلام. راح نسألك سؤال بسيط جدا، إذا عرفت إن شاء الله نعطيك جائزة بسيطة. هل تعرف حديث الإمام علي عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: حسن الصواب أفضل من جمال الثياب. جميل. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. حياكم الله، موفقين إن شاء الله. الله يبارك. راح نقدم لك هدية بسيطة إن شاء الله وتقبل الله منا. حياكم الله حبيبي. الله، شكرا جزيلا. سلام. بارك الله بك، حياكم الله. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، مستمرون معكم وبرنامجكم في جوار الأمير. نلتقي مع الزائر الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يتقبل زيارتكم. تقبل الله أعمالك إن شاء الله. إحنا قناة المهدي الفضائية، عندنا سؤال بسيط إن شاء الله، والإجابة إن شاء الله راح نعطيك هدية بسيطة مقدمة من قناة المهدي الفضائية. ماذا تحفظ لأحاديث الإمام علي عليه السلام؟ وصية الإمام علي أو المالك الأشتر: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أحسنتم. حديث إنساني يعني. نعم إنساني، وعليه هذا. نعم. الحديث طبعا يخط الآن في، نعم، الأمم المتحدة. ويحسب له ألف حساب، وكذلك الإنسانية بدأت تأخذ هذا الحديث منهاجا وضاء. أنا أحسنت. نعم. أخي الكريم، نقدم لك هذه الهدية وإن شاء الله الله يتقبل. شكرا. بارك الله بك حبيبي. الله يتقبل. السلام عليكم، حياكم الله زائرنا الكريم. الله يتقبل زيارتكم، يتقبل دعاكم إن شاء الله. احنا قناة المهدي الفضائية وياكم، عندنا سؤال بسيط من برنامج في جوار الأمير. سؤال: إذا عرفت إن شاء الله راح أعطيك هدية بسيطة. هل تعرف شيئا من أحاديث الإمام علي عليه السلام؟ نعم أحفظ إن شاء الله. نعم. علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب. أحسنتم إن شاء الله، وأنت يعني مظهرك مبين طالب علم إن شاء الله. نعم الحمد لله والشكر. ماذا تقول لزوار أمير المؤمنين في هذه الأوقات؟ هنيئا لكم في هذه الأيام وأنتم في جوار أمير المؤمنين، وهو علي بن أبي طالب أخي رسول الله. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم. نقدم لك هذه الهدية البسيطة، نرجو إن شاء الله أن تقبلها. حياكم الله. حياكم الله زائرنا الكريم، تنسك الدعاء. حياكم الله. بقبرك لذنا والقبور كثيرة، ولكن من يحمي الجوار قليل. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا الحسن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامجكم في جوار الأمير. إن شاء الله سوف نلتقي معكم وحلقات أخرى وبرامج أخرى. إلى ذلك الحين، تقبل الله منكم ومنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.